الحمد لله الذي جعل الكون يسير وفق سننه الثابتة، وجعل الإنسان مكلفا فيه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالسنن الإلهية الكونية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالشهور عند الله 12 شهرا، الفصول 4، فصل خريف شتاء ربيع، الليل والنهار يتعاقبان فينا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الشمس تشرق وتغرب، القمر يطلع ويغيب، هكذا الكون خلقه الله، لا فطور فيه ولا تخلف، يسري ويجري وفق سنن الله عز وجل. الحيوانات تحيا بغريزة وفق سنن الله، ذكورها تقع على أجناسها فيقع التوالد، تبحث عن قوتها ورزقها، لا تتخلف ولا تتكاسل. الملائكة يقومون بمهامهم بطاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن البشر فنسير وفق سنن الله عز وجل بإرادتنا وأفعالنا واختيارنا، فأنت مكلف محاسب على أفعالك، اخترت فعلك واخترت طريقك وفق سنن الله الجارية في الأرض. وسنن الله نستطيع أن نسميه، بل نسميه قانون الإله، القانون الإلهي الذي لا يتخلف، القانون الذي كان عند آدم وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم موسى وقوم عيسى وقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلن تجد لسنة الله تبديلا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم بفعل الطاعات، ومن شاء منكم أن يتأخر بفعل المعاصي، من شاء منكم أن يستقيم، ومن شاء منكم أن ينحرف. لمن شاء أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت لك الإرادة ولك الاختيار. لمن شاء أن يصلح أو يفسد، لمن شاء أن ينصلح أو يفسد نفسه، تصلح غيرك أو تفسده، تصلح أولادك أو تفسدهم، تصلح مجتمعك أو تفسده،
فأنت مخير غير ملزم. كل ما خلقه الله عز وجل يسير على هذه السنن. لما خلق الله السماوات والأرض قال الله لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إلا هذا الإنسان، فمنهم مطيع ومنهم عاصي. والله عز وجل لا يحابي أحدا، من يعمل سوءا يجزى به، من عمل سيئة يجزى به، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولذلك هناك سنن الله، سنة المدافعة، هذا يدفع بهذا، تدفع الظلم، تدفع العدوان، تدفع المناكر، تدفع المعاصي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سنة المداولة، التداول بين الناس وبين الأمم وبين الدول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة الله في خلقه وفي كونه. هذا ينتصر وذاك ينهزم، هذا يعلو وذاك ينخفض. كل يوم هو في شأن، يرفع أشخاصا ويخفض آخرين، يرفع أمما ويخفض الأخرى. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن وفق سنن الله. من اجتهد وعمل وثابر يعطيه الله ولو كان من الكافرين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون. من عمل للدنيا واجتهد وثابر يعطيه الله. الله يعطي لمن اجتهد، هذه سنة الله. لا ينام الإنسان وتنام الأمة وتتخلف الأمة ثم يقولون لماذا الأمم المتقدمة، لماذا الأمم الغربية تقدمت والخير عندهم ونحن الفقر والفاقة. العيب ليس في الكون، العيب ليس في الزمان، العيب ليس في الأرض، العيب ليس في الوطن، العيب فينا، في عقولنا، العيب في عاداتنا، العيب في ثقافتنا. أما الله عز وجل خلق الكون وجعل له وفيه المقومات، فحافظ على هذه المقومات، بل اكتسبها وحصلها بطرقها المشروعة. ثم هناك سنة الابتلاء والتمحيص. خلق الله الخلق وجعل لا فيهم أمور يمحصون، ينزل عليهم أو يجعل الله البلاء بسبب الأسباب فيهم، فهذه سنة الله ليعلم من الصابر ومن الذي يجزع. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبتليك الله في صحتك، في جسمك، يبتليك الله في أولادك، يبتليك الله في زوجتك، يبتليك الله في جارك، يبتليك الله في زميلك، يبتليك الله في مجتمعك. هل تصبر تصدق أم تكذب؟ لا بد من التمحيص، وإلا فكل واحد يقول أنا مؤمن أنا صادق. لا بد من الابتلاء. سنة الله في خلقه
هناك سنة الاستدراج. حينما ينظر الإنسان إلى الأمم الطاغية الكافرة عندهم خيرات عندهم، فلا تظن أن الله يحبهم. إذا رأيت شخصا انحرف وطغى وتجبر في الأرض يرتكب المعاصي والذنوب والله يعطيه من خيراته، لا تحسب ذلك أن الله يحبه، ذلك بحب الله له، وإنما استدراج، إنما نستدرجهم. الله يستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل يملي للإنسان، يعطيه، يرتكب، يطغى، يفعل ما يشاء في الحياة، ولكن هناك أجل حينما ينزل، حينما يأتي فيأخذه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم هناك سنة الاستخلاف، فالأمة الإسلامية، الأمة المحمدية هي المستخلفة، المطلوب أن تكون مستخلفة في الأرض. ما معنى الاستخلاف؟ التمكين في الأرض، ولكن التمكين بماذا؟ بالكلام، بالتغني بالأمجاد. كان أجدادنا، كان آباؤنا، أظهر ما عندك، كن مؤمنا، كن قويا. ولذلك النصر والتقدم لا يأتي بالصلاة، لا يأتي بالدعاء، لا يأتي بقيام الليل، لا يأتي بصيام يوم الاثنين والخميس. منهم من يقول دعونا الله ودعت الأمة فلم نرى لذلك أثر إيجابي في واقعنا، ندعو الله ولكن حالنا باقي. نعم حالنا لم يتغير، لأن سنة الله في خلقه التغيير، التغيير من سيء إلى حسن وإلى أحسن، هذه سنة الله، سنة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حينما نغير ما بأنفسنا الله سيغير حالنا، ولكن ندعو الله يا رب يا رب قيام الليل أو الصلاة، هذه لا تقدم إلا من باب الإعانة، الله يعيننا إذا كنا صالحين. مثلا العدة، أعدوا، لم يقل الله ناموا للأمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. العمل، يذهب الإنسان إلى بيته ولا يجد أكلا ولا شربا، الأولاد يتضورون جوعا، يا أبا نريد الطعام نريد اللباس، ما عندي شيء، هو نائم ويصلي ويسبح ويستغفر. لا لا لا، لا يقبل منك هذا، قم فابحث عن العمل، خذ بالأسباب، قانون السبب والمسبب، الله وضع في هذا الكون السبب والمسبب، خذ بالأسباب. فمريم عليها السلام أم عيسى جاءها المخاض الولادة وهي تحت شجرة النخلة، حملت بلا زوج، كن فيكون. ولكن حينما جاء وقت المخاض قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بربكم هل يستطيع الإنسان أن يهز شجرة النخلة فيتساقط التمر؟ مستحيل، شجرة قوية ثقيلة باسقة عالية. ولكن الله أراد أن يعطينا درسا موعظة قانونا قاعدة، أن كل شيء يؤخذ بالأسباب.
ما عليك إلا أن تحركي، أن تضع يدك على شجر جذع النخلة فمن الله تقع التمر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يأخذ حفنة من تراب فيرمي بها وجوه المشركين فيقع التراب والرمل في أعينهم. ماذا قال الله له؟ يا محمد إياك أن تظن أنت الذي رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خذ بالأسباب. كذلك صلاح الأولاد، منهم من يقول أولادي، منهم من انحرف، ومنهم من زاغ، ومنهم من لا يطيعني. أنت خذ بالأسباب، والصلاح على الله. سيدنا نوح عليه السلام نبي الله دعاؤه مستجاب، ومع ذلك ولده انحرف، ولده انحرف وزاغ وكفر وذهب مع الكافرين. هنا يبين الله لنا أن ما على الإنسان إلا الأخذ بالأسباب، والله إما أن يوفق وإما أن لا يوفق ذلك الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون. يقول الله عز وجل لكل أجل كتاب. سنن الله في الكون، الكون، الأرض، السماوات، الإنسان وما فوقها، هذه الأرض له أجل لا يتعداه. الأمم، الدول كلها، وكل ما خلق الله إلا له أجل لا يتعداه، لا بد أن يموت أو أن يسقط. هذا الكون الذي نراه ونشاهده كون ضخم هائل، هذا كله سيفنى. الإنسان الذي يعيش فوق هذه الأرض سيفنى، ثم الرجوع إلى الله للجزاء والحساب.